هيا هلا هلا يا مرحبا ارحبوا حييك راح يلعون كيف الحال؟ سكت ارحب هلا يا شباب يا مرحبا يلا حي ورد يا مرحبا يا مرحبا شلونكم عساكم طيبين ما شاء الله الله يحييك شلونكم عساكم طيبين سلام نظر ما شاء الله الله يكثركم الله يزودكم السلام عليكم مساكم الله بالخير جيب الله ما ردك شلونك عادك ما تلبيه انت قلت الله يزوجكم والله يزودكم الله يزودكم زواج منعونه منه الناس ترى يعني مساكم الله بالخير جميع وشلونكم عساكم طيبين كيف صحتكم شلون عنكم ترى اللي بيقرب يقرب اللي ما يبغى يقرب ترى عادي يعني الامور طيب فلاح تعال هنا تعال والله انت تجي تعال حلفت لا لا بس بس استريح قربوا قربوا يا مرحبا مساكم الله بالخير وش حالكم عساكم طيبين ما شاء الله وش ذا الابداع وش ذا اللي شفناه اليوم مني كان في المطبخ ابراهيم تطبخ وانت لابس نظارة ايه بعدين نص علبة الزيت حطيتها في الصحن لا لا ارحب نظارة لا كيف الحال مني لابس نظارة لا سلطان الا انت سلطان سلطان اول ما بديت صب الزيت صبيت نص العلبة هذا اللي زودها زودت أنت والله ما زودت شيء لا تخلي ترى والله يصب كان يصب ماي رجل ترى هو اللي زودها مو بنا دقيقة هو الحين ساكت ليه تكلم هو شايفك أنت ما شافني أنا شوف أنا أقول لك أنا اللي ركزت عليه أنا حطيت راح زود لا مو بنت إبراهيم اللي صب الزيت صب معاي في الجدر بعدين أنا قلت ممكن الرجال إبراهيم تدري وش قلت ممكن لابس نظارة ما نظر في الزيت كم مقاسه صب نص العلبه يا ابراهيم عرب خسر الحين بنجيب علبه زيت جديده بعدين زيت زيتون يعني قال لك انها وطلعت زكي صح 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 الراي صح صح زيت زيتون طبيعي كان الملح ناقص وراح منه وينه راح وراح وزود انا لا لا زود ملح ملح زود ملح وفي واحد انا اقول الله يسترها معه اللي ماسك السكين اللي يقطع اظن انت صح؟ اي هذا قطعت سلام ورحمة الله ارحب ليه؟ مرحبا يا الله يطول عمرك يا هلا يا هلا يلا حيا شلونك؟ عساك طيب كيف صحتك؟ الله يرضى طيب ابشر يلا حيا انا موجود يا مرحبا لين ما عاد يبقى مرحبا الله يبقيك يا ابو مرحبا ₺500 لا لا اسف كم الغرامة؟ 500000 والله ايش 5000 5000 يا زين النشمة يا ادارة لي نسبة؟ لا لا تكفى انا ابدا الحين اوزع عليهم الجوالات لا والله وين الجوال الله يمسيكم بالخير جميعا اولا والله اني سعيد بوجودي معكم الله يرضى اي والله وي حلقه اليوم يعني ها بعض الشباب الحين يقول يا اخي ضغط فقرات فقرات ها اكيد لا حشرايك فقرات نبي فقرات والله ما نبي فقرات فيها 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 اخذوا عطا وبحث وحركه لا والله ما نبي فقرات ما نبيكم والله خلوكم على فراش الكرامه وحنا بنزين عمارنا والله يا فلاح شوف انت والله انكم مطاليق وفعلكم طيبه وما شاء الله علومكم متلومس هذا اللي يطيروني في العجه انا والله يمسيكم بالخير جميع فقرتنا ترى خفيفه لطيفه شو اسمها تعرفون شو اسمها لا احنا متعودين على نواف ترى ها شو اسم الفقره هذه اسمها علمني واعلمك بساتي ايش علمك عطني علمك يا اخوي نوافذ ها بساتين بساتين ولا نوافذ وجهني وهنا مشاهدينا الكرام المتسابقين ضيعوا اسم الفقرة بساتين لابد ان اسمها فقرة ابشر بي احتزم بي بساتين الله هذا الورود انجاز يعني الله يوفقكم الله يمسيكم بالخير جميعا يعني ما شاء الله تبارك الله مبدعين في ظهوركم وصراحة يعني بحين الليلة يعني ما شاء الله تبارك الله كل منكم عنده موهبة كل منكم ما شاء الله مقدم شيء طيب وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم مباركين ما كنتم حنا نتعلم منكم ونستفيد منكم الله وكل رجال منكم ما شاء الله مجنب الربعة وهلا فالله يديمكم ويعزكم ويرفع قدركم عنا كلامنا اليوم يعني ترى فيه مسابقة وبنقسمكم مجموعتين والله لا يفرقكم يعني بس هذا ضروري نقسمكم عشان نسوي فهنا ودنا نفرق أحد والله فأنا مع الفريق ذا عشان مع فلاح فيه إن شاء الله كل علم طيب يا عبد الله في نقاط ولا ما في عبد الله عبد الله الرقعة عبد الله تعشى معلش في نقاط ولا ما في كم النقطة الآن المجموعة اللي بتفوز كم لها نقطة مو بصوب توزع عليهم 5000
زيد نزيد طيب المجموعة الفائزة بيكون لها 1000 نقطة لا كم بيض الله وجهك ها كم 10000 5000 من يزود اللي متفاعل بس طيب يا جماعة أنا جايكم بالخير إن شاء الله ابشروا بالخير أنت راعي الخير وعليكم أنا معي الحين 500 نقطة أوه ممتاز هذا رفع الله اللي قلبه ما قال بس وينه راح الإدارة يجيبونك من اللي قال بس اللي قال بس من هو الإدارة يجيبونك راح صلعة راح الإدارة إدارة عطهم قرب 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 أقرب العدد كم أنا متأمل خير يا شيخ طالع العدد كم خير إنها واجدة وجهك يبقى الشبع المطيب الله يجعل امك في الجنه خلاص 10 ودي 1000 بس ما يعيون 10 كلمهم اما 10000 هذه اخر حلقه لي مره كلمهم على 1000 طيب صليتوا على النبي اول نقفل كل يوم 1000 سهم ونبي من الاداره يعطونا 1000 نقطه طيب صلوا على رسول الله ابشروا بالخير انتم عندي اداره طيبه ما يحتاج وما شاء الله تبارك الله احنا نقول يا جماعه يا جماعه صليتوا على حبيبكم اللهم صل وسلم عليه كل منا لابد يكون له عمل خاص به احنا خلنا نتكلم عن الحياة الأخروية بالأصح لابد يكون بينك وبين الله خبيئة ايش معنى خبيئة الصدقة صدق اي خبيئة قيام ليل صلاة ضحى بالوالدين اي خبيئة يحبها الله يا سلام لماذا على الطريق انا جايب لكم هنا ثلاث باقات عندي ثلاث باقات او عندي ثلاث وردات كل ورده فيها قصه الله عليك جميل هذا الابداع الورده الاولى والله انت والله وفي ورده ثانيه وفي ورده ثالثه اختاروا من واحد لثلاثه اثنين يا ارفعوا ايديكم اثنين طيب قصه رقم اثنين هذه قصه رجل عظيم رجل كريم رجل يحبها الله ابتلاها الله هذا الرجل طلع من عند قومه زعلان وش فيه وش ما فيه يا فلان طلع ويركب سفينته ويمشي ليش طيب زعلان ليش غضبان غضبان ترى ما آمنوا به انا اقول لكم ترى بالعاميه يعني عشان تصل اكثر ما آمنوا برسالتي وش رسالته اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني. يقربوا فهذا الرجل يوم انتصف البحر بدأت السفينة تلعب أمواج الأمواج تلعب بالسفينة تلعب بالسفينة تلعب بالسفينة الأمور مرة عندهم خطورة عالية قالوا اسمعوا حنا لابد واحد من ظهر السفينة ترى قارب صغير واحد في القارب هذا لازم نرميه من يمين يسار اتفقوا كلهم اللي في القارب قرعة اللي تقع عليه ثلاث مرات أو قرعة اللي تقع عليه من أول مرة نرميه سووا قرعة المرة الأولى وقعت على من؟ يوسف هذا الرجل هذا الرجل اللي اخترع القرعة يا سلام المرة الثانية استحوا منه هذا نبي شلون يطيح صعبة سووا له قرعة ثانية صارت عليه سووا له قرعة ثالثة يا رجال طاحت عليه أراد الله أنه هو اللي يرمى في البحر وقلوبهم تتقطع ورموا في البحر العجيب وين؟ شوف القصة هذه ترى فيها حكم كثيرة العجيب أنه لما رموا في البحر فالتقم الحوت شفت كيف البلاء وهم يعاينون وهم ينظرون مع البلاء الثاني ظنوا أنه مات مات خلاص حوت وآدمي الله يرحمه في البحر سبحان الله ولذلك أنا أقول لكل مشاهد الآن يسمعني وأنتم تسمعوني أقسم بأيمان الله واللي خلقني وخلقكم يا الربع يا من تسمعني الآن والله ما يبتليك الله إلا يلطف بك في البلاء مثل يونس وين البلاء في بطن الحوت وين لطف الله طلع من طلع حي الله يبيض وجهك الله حاميه هو في بطن الحوت تخيل أن الله يأمر الحوت هذا التقم يونس ثم يوم التقم يونس يأمر الحوت هذا لا تنهش له لحما ولا تكسر له عظما احفظ الله يحفظك رعاية الله هو في بطن الحوت
تقتل أي شخص الحرارة اللي في بطن الحوت كيف حفظها الله؟ لأنها الحفيظ سبحانه. يا سلام أبجيك هذه يا أخي أنت خربت المتعة. والله نعم يا فايز والله. لا باقي اصبر نحكم بعدين. الشاهد هذا الرجل يوم أمر الله وحصل له البلاء وجاه لطف الله واللي حصل معه ناجى الله. الآن الحكمة الثالثة يا أخي المفروض أنه وش ينتظر؟ الموت. المؤمن الحقيقي وش يسوي؟ حتى هو في البلاء يسأل الله سبحانه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. توحيد يا رب، ترى ما في خالق إلا أنت ولا رازق إلا أنت ولا عظيم إلا أنت ولا كريم إلا أنت ولا جواد إلا أنت ولا حفيظ إلا أنت ولا عليم إلا أنت. سبحانك جل في علاك أنكرني سبحانك. ثم ينزه الله. يعني هذه المرحلة الثالثة، الأولى توحيد، الثانية تنزيه. يا رب سبحانك لا شريك لك، لا ند لك، أنت المتصرف في كل شيء، إني كنت من الظالمين فاعترف بخطيئته وتاب إلى الله. وش خطيئته؟ وش الخطيئة حقته؟ يا كل نبي يرسله الله ما يخرج من قومه إلا يأذن له الله. فالرجل بعد 40 ليلة يخرجها الله من بطن الحوت. قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله يجعلنا وإياكم ممن ينجيهم الله سبحانه. طيب السؤال اللي يطرح نفسه الحين، ليش أنجى الله يونس؟ كان من المسبحين. لولا أن كان من المسبحين أدري فيها لبثها ببطن الحوت إلى يوم الدين. وش عنده؟ كان عنده رصيد حسنات مع الله، في شيء ما يدري به إلا الله ولا يعلم به إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله، حسنات. لذلك أنا أقول خل لك خبيئة مع الله. هذه الوردة الأولى. نوى الثالثة وش الفائدة منها؟ استغفر. أيوة يا سلام. وغيره احفظ الله يحفظ. صبر احفظ الله يحفظك. غيره صبر. الصبر يا سلام. استغفار يا سلام. ها على تجعله حتى وانت في اشد كربه وسيف رجلك ان شاء الله لا ينقطع ملك بالله. اقسم بالله العظيم ايش هذا ما شاء الله تبارك الله. روح حسن الظن بالله. حسن الظن بالله. الصدقه يا جماعه الصدقه ترى شانها عظيم عند الله. والبلاء من الله سبحانه وتعالى. يا سلام. البلاء يعتبر ربي بلاء. ثقه مع البلاء الا ثقه بالله. ثقه بالله، التوكل على الله، الانس بالله. اسلم. يا سلام يا سلام يا سلام. على طول ممكن تحتاجه وقت المصيبة. يا سلام. فلذلك أبش أسلم. يا سلام. وفي وقت الرخاء. يا سلام. كم قعد في بطن الحوت؟ ها؟ كم قعد؟ 40 ليلة. كيف فكرت كيف؟ شهر وعشر أيام. كيف؟ لا تسأل كيف، المدبر الله. يعجز العقل أن يصدق ولكن المدبر هو الله. قال يا صاحب الهم إن الهم منفرج ونبشر بخير فإن الفارج الله إذا بوليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. يقول تكفى ترى تكفى تهز الرياجيل ولا ظروف الوقت ما قلت تكفى تغير المود. صح يا رجال. أنا داري فقرات كثيرة عشان كذا الوضع خمول ونايمين. صب قهوة صب لهم قهوة خليهم يصحصحون. احنا بنقسمكم مجموعتين قهوة مع ذا الجو. بالعكس جميل الجو. جميل جدا. تدري هذا الجو يحرق سرعات حرارية دي يسمونها سعرات. لا لا أمور طيبة ما شاء الله ربي موفقنا إن شاء الله. طيب حنا يا جماعة يا جماعة صليتوا على حبيبكم. حنا عندنا الوقف. حنا بنقسمكم مجموعتين. طيب حنا بنقسمكم الآن مجموعتين. الرجال ذا أبو قبو أصفر روح يمين كذا شوي. أيوة لا صلاة قحطينه روح يسار. خذوا كرسيكم روح يسار. يا سلام يا سلام سلم. يلا أنتوا الحين عندكم متحدث ولا لا؟ متحدث رسمي حشر ونعم. أنت كان عندك عزاء؟ الله يحسن عزاك ويجعل ميتك في الجنة يغفر له ويرحمه وينزله منازل رضا والتكريم. أسأل الله جل وعلا أن يصب عليه في قبره مشايب بالرحمات. سم جزاك الله خير. طيب حشر المتحدث الرسمي متوفى عندكم من؟ عمي طال عمرك. الله يجعله في جنات ملاهم. آمين. فلاح ولا فيصل
ونعم انتم قدمتوني من طيبكم فيصل فيصل اكبر مني اطلق ونعم خلاص هنا 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 حشر وهنا فيصل لا مجموعتين انتم الرجال ذا ابو قبع وذا الفريق اللي هنا يلا رجعوا كرسيكم احنا عندنا الان من منكم سيغلق 500 سهم بنوزع عليهم نقاط بيكون فايز والرابح الاكبر هو المتبرع لان هذا وقف لازم ارحب انا قد سلمت عليك ولا باقي مرحبا والله مسهلا يلا حيا شلونك عساك طيب طيب نقول يا الربع من هو الرابح الاكبر انتو والمشاهد الكريم والمتبرع الكريم ها القايد خلاص خلاص جاهزين توكلنا على الله والله اللي يقضي الحاجات سبحانه طيب صليت على حبيبكم الرابح الاكبر والاول انتم لانكم تقدمون الرساله سدال على الخير كفاعله فكل من تبرع في ميزان حسناتك هذا مكسبك وش معنى توقف 150 ريال اللي انت تطلع تتعشاها ولا عشيت لك رفيق زعل منك ولا 350 ريال ولا 400 ريال ولا 1000 ريال او 100000 ريال اللي تضعها في هذا الوقف هي باقية الى يوم القيامة بمعنى وقف دائم فبادر قبل ان تغادر وشعارنا احنا دائم بادر قبل صح صحو ترى اي واحد يرقد بسأله يلا قلنا كم نبغى سهم 500 ممكن يجيبون اكثر كل فريق 500 عبد الله يا نواف عبد الله معي نواف عبد الله خلاص عبد الله كل فريق 5000 500 لا تهرج يا شيخ كلمات اقصد كم سهم عندنا 5000 كم سهم نغطي 1000 سهم يلا عندنا 1000 سهم 500 سهم عندكم و500 سهم عندهم سم اسمح لي ها الحين كم وصل كم سهم الان بنعلمكم لان اليوم قضي الامر سوينا تحدي العصر العصر احنا والشباب طيب الآن نبدأ بسم الله من الصفر 500 يلا بسم الله ونشوف من اللي بيغطيها سم المجموعة وسم المجموعة حنا نقول يا الربع السؤال الأول اللي بنوجهها للجهة اليمنى نقول عطونا بس عطنا أسامي المجموعة ذا والمجموعة ذا وإيش تبون تسمون فريقكم النشامل هذا اسم فخر ما نقبله الواثقين الواثقين ليتها ها همة ولا الواثقين لسم اختلف العلماء الهمة خلاص فريق الهمة فريق الثاني ليتام القمة لا لا الواثقين مساندة ليتام ها مساندة ليتام ايه حلو لسه خلاص هو يتيم الشيخ فريق الواثقين ليتام احنا بنوقع مع ليتام يقول الواثقين يا الله يرحم ابوكم ويرجع للرجال احنا ليتام 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 الان عندنا فريقين الصنافر بيخنقون السؤال الاول احنا مع مين بنط أنت هنا أنتوا هنا أنتوا الجهة ذي هنا اللي مع ليتام الرعيدة خلوكم قريب من ذول أنتوا قرب من أخوياكم الإجابة تكون واحد منكم المتحدث الآن منكم يعطينا بيتين أبشر أبشر معنا شاعر الإلهام أبشر يلا يرتكينا يصل موجود يلا لا تجيب الجديدة بيتين أعطوا المايك أي كفو وهذا من طيب المنافسه اتبعنا هنا خلاص جمعنا ترى جمعنا لا 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 ارجع فريقك هنا الله يحفظك لا سوى لا 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 تعطي لا تعطي هو الشاعر طيب لا تعطي بس لا 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 ما عليه ما عليه تعال هنا بس نبي نقطه واحده تكفون يعني تداخل الاصوات يحدث يعني ازعاج عند المشاهد ويطلع ما في فايده بس اللي بيتكلم لا يقول جديده صلوا على رسول الله نبي نسمع منه تسابق نعم الجنه بتقول له لا تروح الجنه اصبر دقيقه خلني بجيك ما بي هو يتنافس يمكن اسابقه بتسابقه ان شاء الله اسلم الله يبقيك يقول يا باغي الخير ولري السديده اسلم ساهم وبادر وتاخذ الاجر مدبول الوقف خيري وميزاته عديده اخذ النصيحه وشارع فيه وتنول الاجر بيجود ما ينقص رصيده الوقف واضح ولا يحتاج مدلول مدلول. ساعد للأيتام في وقف الجديدة السهم شامل وكانه السيف مسلول ينفعك في حاجة تحتاج فيده في ساعة عقل خلق الله مذهول سارع تصدق على نهج العقيدة لا تنحرم ثبت الأقوال بفعول صح لسانك بيض الله وجهك وجمال الله حالك
ما شاء الله قصيدة طيبة وجزلة. ونبي نسمع من الفريق الثاني أبيات كذلك في الأيتام ونشوف عاد من اللي بياخذ النقطة. يلا انتبه خلونا نسمع. واحد شغال اسلم يقول يا ضيوف الأرض من انتوا عليها خالدين استغلوا كل مطام من قول وعمل ما مع التقصير توفيق في دنيا ودين. التهاون عيشة الضنك والحزن وملل من عسف نفسه المرضات رب العالمين. ما غبط راع التجاير ولا شيخ الشمل جعلنا ما نعرض إلا مع أصحاب اليمين. في نهار تعرض أعمالنا مثل الزمل. الله صح الله وسام من يقول من يقول ولا بتعدين عليك حلام تراها أخير مني في كلش الرجال ذا. ونعمن بكم كلكم جميع لكن حنا نقول هذه منافسة تحدي تحدي والتحدي يا بفرسان شطر يودع أبا خشم ولا محنية هذا تحدي اللي يفوز بالأول اللي يفوز على مالك إن شاء الله. طيب يا عبد الإله احسب ورأي اللجنة خلف الشاشة وفي الإعداد من يستحق نقطة الشعر سجلها عندك دونها. عندنا خمس نقاط أداء الشباب وخمس نقاط تسمعنا بعد شوي. طيب الآن بما أننا ختمنا عند الشباب هنا بنرجع لهم مرة ثانية مو معاونة وكذا يستاهلون يستاهلون. الآن نبي منشد في الأيتام من عندهم موجود عندكم مستعدين موجود عطنا يا عبد يلا وين لا لا عندكم عندكم خلينا تو قلنا شيء لا ما عليه عندكم صلى على النبي بسم الله صوت منير قول ما شاء الله عطى صدى وعطى اليبي. يا باغي الخير ولا رياس ديدان سهم وبدر تاخذ الأجر مدبور الوقف خير وميزته عديدان خذ النصيحة وسارع فيها وتناول الأجر بيزود ما ينقص رصيدا الوقف واضح لا يحتاجه مدلول ساعد ليتم في وقفة الجديدة السهم شامل كأنها السيف مسلول. الله الله صح الله صار قبل ما ننتقل للمنشد الآخر خلوني أعطيكم شوي كذا جرعة طيبة جرعة التأمين جرعة ما شاء الله تبارك الله. الآن وصلنا من مزنة المحمد 350 ريال وما شاء الله 350 ثانية من نفس الحرمة يعني 700 ريال. نور الحربي 50 ريال أحمد علي 400 ريال عبير علي 350 ريال يستاهلون تحية. محمد الشهري 300 ريال منال المطيري 60 ريال هيلة هيلة 50 ريال مشعل الدوسري 350 ريال وجود 50 ريال. هذا بفضل الله جل وعلا ثم بكلامكم هذا شيء شيء بس استعرضناه عشان تتحمسون معنا. نبي نسمع المنشد اللي هنا ابغى صوت يكسر الارض ابغى صوت لا اسمع ناصر يعيد ترميم الهنجر ذا كله. روح يلا اسلم لا يبرد اي يلا ويعني معنا يا حبني له يا ويلي على شوفه يا وجد روحي عليه يا بري حالي نقلت حملة أكذب يا قلت ما يطري على بره ما غير أنا وش كفو في راحتك كفو
كنيتي من شكا من فقدة الوالي. وانا اقول يا عبد الله سجل نقطة للفريق هذا. طبعا عشان الشباب يعرفون ليش النقطة اهديت لكم، لان الفريقين كلهم تفاعلوا فندل. احنا عرفنا الرياضية يا شيخ. يا شيخ فريقنا فريقنا فيها رضا. لا 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 يعزل الخيل اصيل موت حقنا يا شيخ. يا شيخ لا جزاء الاحسان والله. يشوف انا اخوانكم كلكم ما شاء الله تبارك الله، لكن اقول ما شاء الله يعني الشباب كلكم تفاعلتوا بهالنشيد الطيب. صلوا على رسول الله. تستاهل. الخير واجد. الخير واجد. احنا تفاعلنا. الخير واجد. احنا تفاعلنا لان طيب الان خلنا نشوف. خلنا نشوف الان الجمهور ومشاركتهم. كل واحد الان يتبرع يسجل باسم الفريق اللي بيتبرع ويعطي يهدي الفريق تبرعه. ترى كل واحد عنده 500 سهم. ففي فريقين وفي منافسة شرسة. وهذا التحدي الطيب اللي يحبه الله سبحانه، لأنه في خير وفي مرضى وفي طاعة. بس يا شيخ احنا يوم تفعلنا تفعلنا للمقصد للوقف. ايه؟ كلنا نفرح للوقف. هذا هو المقصد. شوف. فإذا تبغاها كذا خلاص احنا ما نتفعل معاه. صلوا على رسول الله. صوتك شيء. صلوا على رسول الله. بنكشر يا شيخ. اي اذا 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 كذا ولا عدل بيننا عطنا كلنا خلاص. صلوا على حبيبكم. اللهم صل. طبعا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ليلة الجمعة إن الله وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من دلكم على الله فعرفتموه. صلوا على من دلكم على الله فعبدتموه. صلوا على من وجدنا الله ظلالا فهدانا الله به، وجدنا الله عائلين فأغنانا الله به، وجدنا الله متناحرين فألف الله بين قلوبنا به. ذاك الرجل العظيم أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، نفضت عنها غبار الذل فاتقدت وأبدعت وروت ما قلت للأمم. فمن أبو بكر قبل الوحي؟ من عمر؟ من علي؟ ومن عثمان؟ ذو الرحم من نهرك العذب يا خير الورى اغترفوا. أنت الإمام لأهل الفضل كلهم. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي. أنا أقول يا جماعة هو تحدي منافسة شريفة حلوة خفيفة لطيفة. يعني هو تحدي على شيء طيب إن شاء الله. نعم. وكلكم فايزين. أما فزت في النقاط فتراك فزت بالآخرة. نعم. موضوع ما خطير يا شيخ. ثنتين نبي الحسنين. ثنتين قدم. ها؟ الآن نبي منكم صح لي ختمنا عندكم صح؟ نرجع لكم. نبي منكم ترى سلطان طيب معنا. ما يستغرب سلطان ينحسن معنا. كان في شيء من قط من وحالك. انت اي فريق عشان نزود نقطه؟ كم انا مع الربع بس. الله طيب حظ. ها الدبالين. ونعم كفو والله كفو. ونقط حيه تستاهل. ها طيب يا شباب الصوت بس. طيب يا شباب صليتوا على حبيبكم. الله يسلمك. صليتوا على حبيبكم. اللهم صل. زيدوا صلاه. اللهم صل وسلم عليه. نقول الآن النقطة الأولى على حسب ما سمعت في القصيد، وصراحة المنافسة الظاهر أنها تعدت شوي. راحت راحت ألف 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 مبروك. النقطة في القصيدة فاز بها فريق ليتام. لا انت عدل. شفت يا شيخ ما صفى. ما جملناكم قصيده طيبه. طيب صليتوا على رسول الله. نبي نسمع من الشباب. طيب نبي من الشباب عندكم يعني ابي كلمه توجهها لمن يحبك ويتابعك. واحد منكم يطلع يتكلم. ها نايف نايف رشحوا المتحدث. اي وفيد فريقك فريق ها عندي. لا والله لا والله. اي والله. طيب واحد منكم من فريقكم الان يطلع يوجه لكل من يحبه كلمه من خلال الشاشه عن وقف الايتام الجديده. ها خلاص تكلم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احب اوجه جميع من يحبني ويقدرني ويحب للخير أنها يساهم في هذا الوقف، وأنها يعني يوصل باسمي كثير ولا قليل، وهذا أجر عظيم عند الله عز وجل وشيء طال عمرك
على ما قال إن رفعني وزادني ولا ما نقصني، شيء كسبته هنا في البرنامج ولا كسبته في الآخرة، وسلامتكم. الله يبيض وجهك ويجمل حالك ويرحم والديك، وننتقل للفريق الآخر. خلاص استرع يا شيخ، الله يطيب حظك في الدارين. الله. كلمة من عندكم، من المتحدث؟ لا يفتى وما لكم في المدينة. الله أكبر. فلاح الله الله. الله عليك شيخ فلاح. ها؟ تحية شيخ فلاح. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ما أقول اللي يحب فلاح أو اللي يحب فلان أو فلان، أقول من كان يحب الله ورسوله فليقدم لليتامى، للفقراء، للمحتاجين شيئا من الدعم، لأن يوم القيامة لن ينفعك مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب مع ابن آدم أهله وماله وعمله في القبر، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله، فاعمل لآخرتك كأنك بتموت بكرة حتى تحصل على الأجر. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. آمين. الله يجزاك خير يا شيخ. حجوها يا شيخ، لهم ذي. أنا أقول بيض الله وجيكم على كلامكم الطيب. كم منكم رجل فقد والديه؟ كم منكم رجل قد فقد والديه؟ يعني اللي فاقد أبوه ولا أمه يرفع يده. بس ثلاثة. طيب تبيهم يموتون كلهم؟ الله يطول بعمر. أسأل الله جل وعلا أن يرزق الله، الله يطول بعمر والديكم. هذا الخم. فلا لا تلس جنبي. صليتوا على النبي. أعظم هدية تقدم للوالد بعد وفاة أو في حياته، ترى هدايا الدنيا بسيطة يعني كل يقدر يفرح، لكن هدايا الآخرة هي الأعظم وتخلص بسرعة وأبقى وكبيرة عند الله. أنا أقول فرصة طيبة، أنا رجل فقدت والدي منذ 13 سنة. الله يسكنها الجنة. اللهم آمين. بس الله جل وعلا يجعله في جنات ونهار. آمين. الكلام اللي بوصل يا شباب، الوالد هذا استثمار حياة، والوالدة هذه استثمار حياة، فمن فقد أحد والديه أحدهما أو كلاهما فليدعو لهم وليتصدق عنهم، فترى الصدقة مبلغها عظيم. شف والعبد في ظل صدقته يوم القيامة. كنا في برنامج كان معنا الشيخ فلاح في إحدى القنوات، كان يتكلم معنا واحد من الشباب الجميل اللي شرواكب، كان يقول: يا الربع بيتك تصممه زي ما تبي، ولجيت تحط مظلة لسيارتك تحط أفخم المظلات عشان ما موترك ما يشهب بدية ويخرب من الشموس، تركب موترك حار. يقول بيتك حط له مظلة صاحية ودنيا عشان تضبطه، بحيث انه موترك يوم القيامة الله ينجينا وياكم من النار. العبد في ظل صدقته، قد تكون هذه الصدقة منجية لك بعد الله من النار، بل يعني الصدقة تقي مصارع السوء. عيسى بن مريم عليه السلام يقول: مرة في ثلاث رجال مسافرين يحتطبون، وقال: ترى واحد منكم بيموت. المهم عيسى يعني جلس وراحوا احتطبوا ورجعوا الثلاثة نفسهم، سألهم قال: يعني ايش سويتوا؟ قالوا: كان معنا كسرة خبزة. واحد قال: معي كسرة خبزة أطعمت بها فقير. قال: فك الحطب. وفك الحطب، طلع من الحطب اللي فكه داب أسود ومشى. من الذي أنجى؟ الله. بسبب إيش؟ خبزة، كسرة خبز. لأن الصدقة تقي مصارع السوء. داووا مرضاكم بالصدقة. فالله الله نبادر في هذا الوقف العظيم، وقف ينفعنا في مكة، ما تدري اليتيم هذا ينتفع به، وأنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة. فالله الله الله يوفقكم ويجملكم في الدارين. نعلن لكم إعلان هام أني والله أني أحبكم، أنكم مبدعين وأنكم موافين وأنكم مطاليق. وصل لكم سلام الإدارة، ونقول لكم يا عبد الله تسمعني؟ عبد الله موظف جديد. طيب جديد عليه ولد المدير. ولد المدير. ونعم بكم مرحبا ومسهلا. يحب المزح الشيخ، يمزح. يعرفوني يبون راعي مزح. اقرب ابراهيم متى الظهر فلاح موجود فيه الظهر الاول؟ والله بنت انها الثلوث. طيب اكمل واحد عمري الان. كم وصلنا يا عبد الله؟ كم وصل سهم المن؟
طيب فريق، والفريق الثاني كم جاء؟ ها عبد الله، والثاني فريق فريق الواثقين وينكم؟ مساكم الله بالخير. او بالاصح فريق الايتام حصلوا على 54 سهم. الحمد لله. وفريق الواثقين حصلوا على يعني شوف التحدي كم من بداية أنتم شعللين بس اضفروا بهالرياجيل 96 سهم. ما شاء الله تبارك الله. كم؟ طيب باقي معنا آخر 10 دقائق. شوف يا شيخ عندك الجنة. أنا ماني بقدم حامل. لكن احنا خلصنا من القصيد وخلصنا من والكلام الطيب قال شفت والرجال ذا قال كلام طيب الله يبيض وجهه على كل حال وجده مطوع اللي ربي راضين عليه ان شاء الله وقال له كلام ما فيه ما فيه كلام ما فيه كلام ما فيه كلام كلام ما فيه كلام وقدموا بالاسهم الرجال ذا طيب التوفيق بيد رب العالمين التوفيق يبي له عمل هم يجيب الساعه صلوا على رسول الله احنا بحاسدينكم الصوت 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 خصم كم؟ خصم كم؟ والله كفو كم؟ خصم هنا 3 نقاط ما ابي افجعكم كم؟ اي رجال مرجع في الحق ولا سمادين في الباطل في تداخل شوف خذها قاعده برامج الواقع تداخل اصوات يخصم لا بس يا شيخ هو قاعد يقول يبرر الحقيقه فعل فعل خصم هنا ترى انت الحين انا اسف بس اقول لك يعني يعني نسمح لهم لا انا اقصد عشان تدخل الاسواق نسمح لهم لا 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 سامحهم نعاقبهم ولا نسمح لا لا سامحهم لا عاقب عاقب لا 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 سامحهم عاقب نايف يا شيخ طيب والله سامحهم وجه الله لا تعودونها والله طيب كم وصل كم وصل يا شباب كم وصلوا اعطونا بس العد الاخير لا تسبب عليهم الواثقين والايتام ايه لابس قبل شيء 96 54 طيب الوعد قدام امشي نقطه قول لا اله الا الله صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم عليه انتم كلامكم طيب وفعلكم طيب وعلمكم طيب ايوه هذا بنايب لكن ابغى انشط متسابق عندكم سلطان حط الدل من هنا حط الدل انا بصبها انت احنا نبي في هذا المجال جب جب جا يومك ما شاء الله تبارك جا يومك تاهل انت انت حري هات بس يلا يا عيال روح روح هناك روح هناك تبون واحد نشيط عندي خكنا يا سلطان استريحوا 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 اعطونا متسابق منا سريع هذا هو قال سريع سريع قرب اثنين واحد بس اثنين واحد واحد منا واحد منا طيب يا سلطان الحين جاهزين انتم جاهزين جاهز قرب تعال هنا تعال هنا شوف يعرضون على هذا لك كله بهم عيال عم ما يصل شوف خليك وعدهم برا بالله هذا الكلام يا نايه هو يطلع يلا تعال كاتب خلاص هرش هرش تعال هنا هرش ها طيب شوف بالله عشان الصوت بس قوم عشان تعال هنا تعال هنا تعال هنا وجهك هنا انا بطلب طلب وفروا لي يا سلام شفت اللي بيجيبه بياخذ 5 نقاط تركي حلو تركي ممتاز صوت بس يا شباب صوت تركي صوت اسرع واحد يجيب لي فكنا من المطبخ المطبخ بعيد مني والرجال يتوصوا عليه ابعدنا من المطبخ توني طالع منه هو في شيء حار مطيح فيه اسرع رجال منكم بيجيب لي مفتاح سياره يلا هجر عجل سامع ما معي لا تفتح في دار في دار في دار والله ما معي لو انا معي اعطيتها اياه لو انا معي مفتاحي معي اعطيتها اياه يلا بتسبب على ولدنا بيروح لا لا ان شاء الله ما يشملهم بيدخل ما يشملهم ما يشملهم بتسبب على سلطان وصل
ما شاء الله تبارك الله. يا سلام. لا يا شيخ هو ما دخل انت دخلت منا إيه؟ انا قلت يجيب لي هنا. اذا نقول يا جماعه خمس نقاط لفريق صوت صدى. وش اسم الفريق؟ ليتام. فريق سلطان ليتام. ما شاء الله سلطان. نايف يا نايف نايف. باقي النقطه الاخيره. ما قفلت الباب يا شيخ بذكر الله تكفى. النقطه لا اله الا الله. ما قفلت الباب. اختصارها معنا خمس دقائق الان تبارك الله عشان نعلن الفائز. معنا خمس دقائق. اسلم. باقي اخر مسابقه. المسابقه الثانيه. طلعوا لي اسرع اثنين. عندي يا الربع. عبد الله قم يلا. وهذه على خمس نقاط. الاسم فايز الشراني. يلا يلا. استريحوا يا شباب. يلا تعال هنا. يلا يا شباب وين الثاني؟ تعال هنا. خلاص يا شباب بالصوت بالصوت يا شباب بس صوت. استريحوا يا الربع. والله انهم بيخصمون ولا ودنا لكم الا بالزين. خلونا نهدي الصوت بس شويه يا شباب. يا سلام عليكم. لا طيب باقي معنا خمس دقائق بس. اخر مسابقه عليه خمس نقاط. يا تعوضون خلاص. الان اسرع واحد شوف المسابقه كالتالي. عبد الله عندك رقمين. رقمين وش تختارها؟ حلو. يعني عندنا من واحد الى 20. حلو. اللي يقول رقم 20 هو الفائز. شلون يعني 20؟ لا 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 يقول رقم 20 كله خسران انت كذا. طيب نبدا بالتسلسل 1-2 عندك 3-4-5-6 زي كذا. اللي يقول 20 هو الفايز مزبوط. تمام يلا عندك رقمين. يعني يا رقم يا رقمين. تعال هنا تعال هنا قرب هنا قرب هنا. اللي يقول هو الفايز. ايه فهمت خلاص. وجهك هنا يا سلام. نبدا عند من يستاهلون من عنده من عنده معهم يستاهلون يا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ضحكت عليه. ضحكت خسران. ضحكت عليه. لا يقول 20 خسران. ضحكت عليه. هذا الذكاء العقلي. يقول 20 خسران يا شيخ. عكس الأبواب يا شيخ. يا شيخ يا شيخ يا أخي يا شيخ صل على النبي. هم قالوا له صل على النبي يا شيخ. يا شيخ ابو راشد صل على النبي ابو راشد. سبب يا رب صليت الصوت بس. استريح على خشب الصوت. باقي عندنا دقيقتين الصوت. ما قالوا استريحوا. اني اعطيته اياها. صل على حبيبك. صل على حبيبك. لا 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 لعبه. انا الان اتكلم يا جماعه. سم سم سم. صلوا على رسول الله. بس تكفون الصوت عشان تمشي فقره. يا سامي سامي انا وش قلت؟ قلت يا الربع اللي يقول 20. نعم انت طريقتك انا ما لي علاقه فيها. أنا قلت اللي يقول 20 وعدتها. لذلك نقول ألف ألف مبروك لفريق الأيتام خمس نقاط. رجل لا داعي لا داعي. أنا شوف بعض الأحيان أنت تحتاج الحين جايكم السرعة. السرعة يا شباب معي أنتم. السرعة ميب دليل على أنك تركض سريع. لا مسابقة سرعة بديهة مسابقة سرعة بدنية. كلهم فازوا عليكم فيها. شو نسوي؟ لا ينطرح يا شيخ عقل ورجل. نعلن لكم الفائز الان. واضحه. ألف. تعال منه ألف. كم الاسهم؟ كم الاسهم يا عبد الله؟ دبل نعلن. محمد على الميدان. كم الاسهم؟ انا اعلمك الحين وانا اللي اتعلم. انتم فايزين في قلوبنا. طيب ها بس كلمه الله يكرمك. بس الله يكرمك. فريق الواثقين او فريق الايتام حصلوا على ما شاء الله تبارك الله 84 سهم. الحمد لله. فريق الواثقين كم؟ 112 سهم ما شاء الله تبارك الله.
نعم. إذن عبد الله أنت معي؟ سجل عندك النقاط توجه إلى كم النقاط عندهم هنا؟ فازوا بلسهم صح؟ حنا فزنا في الثنتين يا شيخ. فازوا بلسهم وهنا 10 نقاط. طيب إذن يا جماعة ألف الله يبارك فيك. ألف الله يبارك فيك. ألف الله يبارك فيك. اليوم مبروك. أربع يد لي ها. لا ليتام يا شيخ. لا ليتام. أصلي. فريق ليتام يا شيخ. صلوا على رسول الله. فريق الواثقين فازوا معنا بلسهم. نعم. وأنتم ما شاء الله تبارك الله فزتوا معنا بالنقاط. نعم. إذن مبروك. مبروك لكم جميعا بالنقاط. تستاهلون. الله يبين وجهك. وزعناها لكم بالتساوي تستاهلون. والله يبين وجهكم ويجمل حالكم. اي نعم. سجل سجل عندك ما شاء الله تبارك الله. حسن النعمي تبرع ب 150 ريال جزاه الله خير. مشاعل الحربي 50 ريال. ركان الغامدي 50 ريال ما شاء الله تبارك الله. وما شاء الله تبرعات كبيرة. لكن أعلن لكم إعلان أخير. تفضل. أنتم معي ولا مع الأسف ولا مع السلامة؟ لا معك معك. صليتوا على حبيبكم. اللهم صل وسلم عليه. أنا والله أني أدعوكم في ظهر الغيب. أسأل الله أن يوفقكم وإياكم ويسعدكم ويشرح صدركم ويزيل همكم ويرفع قدركم ويعلي ذكركم ويجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. أسأل الله جل وعلا أن يصب عليكم الرزق صبا صبا ولا يجعل حياتكم كدا كدا. أسأل الله أن يحفظ لكم أهلكم ووالديكم ومن تحبون. قول آمين. آمين. وإياكم. إن كان حصل منا خطأ وقصور فسامحونا ولستبيحكم عذرا. أنت وقت الحلقة والله يرعاكم. السلام عليكم. الله يرحمك. حلقة ممتعة. أسلم. الله يجعل أمك في الجنة ويسعدك. وأنا والله اللي فرحان لبيك. الله يعزك يرحم والديك. على خشم. كيف حالك؟ على خشم. لبيك. اليوم إحنا متحدين. إننا نوصل 500 ساعة. نبي تعطيني التوتال حق اليوم من العصر. لا هم بيعلمون.